السلام عليكم ومرحبا بكم معنا في دائما في لافورماسيون دو لا فيسكاليتي دو لونتربريز ماروكين. دونك هذا هو الدرس الاخير في الفيسكاليتي. دونك حتى الان باقي لنا مازال ما خدمناش على ثلاثه ديال لي روفوني امبوزابل. عندنا الروفوني اغريكول، الروفوني فونسيي، الروفوني دو كابيتو موبيلي. دونك à côté des revenus salariaux et le revenu professionnel, il existe trois autres catégories de revenus. Il s'agit des مي قبل ما نشوفهم حنا اولا كنا كنعرفوا بان لي ريفوني سالاريو ولا لي ريفوني بروفيسيونيل هو اللي كيمثلوا اكبر بار في ليير، يعني لي ريفوني اغريكول ولا لي ريفوني فونسيير ولا لي ريفوني دو كابيتو موبيلي. دونك ما كيمثلوش واحد لا بار اللي هي كبيره مقارنه مع لي ريفوني سالاريو ولا لي ريفوني بروفيسيونيل. دونك قبل ما نشوفوا دوك لي تخوا ريفوني غادي نشوفوا اولا بلا بروسيدور اللي كنا دائما كنتبعوا باش نحسبوا ليير نيت. دونك سيبوزون فاش عندي الغوفوني بغيت جلوبال امبوزابل، يعني ممكن تدخل فيه واحد جوج ثلاثة أو لا بخمسة بهم. دونك قبل ما تنحصل على الغوفوني نيت جلوبال امبوزابل خصني أولا ندير ان سيغتان نومبر دو ديديكسيون بحال لي دون بحال لي زانتيغي. دونك وهنا شفناه في التفصيل في الحصة الأولى من لابارتي ديال ليير. دونك وعدنا قبل ما نحصلوا على ليير بغيت خصنا نطبقوا واحد لو باغيم. دونك لو باغيم نورمالمون لي طون اللي عندنا عندنا 0 10% 20% 30 34 حتى 38% اللي كنطبقوا دونك اون فونكسيون ديال لي ترونش دو ريفوني. دونك وقبل ما نحصل على ليير نيت اولا خصني ندير ان سيغتان نومبر دو ديديكسيون كي اون تا كاركتير ايكونوميك اي سوسيال بحال لي شارج دو فامي او بيان لي كريدي دامبو. دونك غير فقط تذكير لا بروسيدور لانه هاد لي ريفوني كاملين كتطبق عليهم هاد لا بروسيدور فقط عندهم خاصيات خاصه بكل تيب ديال لي ريفوني. دونك عندنا الريفوني اغريكول، عندي الريفوني بروفي فونسي، وعندي الريفوني بروفي دو كابيتو موبيلي. دونك غادي نبداو اولا بلي ريفوني اغريكول. دونك ملي تنقول ريفوني اغريكول دونك نورمالمون خص يكون متعلق بالفلاحه. حنا كنعرفوا عندنا دونك انا il s'agit des bénéfices réalisés dans le cadre des exploitations agricoles et de toute activité de nature agricole non soumise à la taxe professionnelle. دونك حنا كنعرفوا بانه l'activité اللي متعلقه بالاكتيفيتي كوميرسيال اندستريال ارتيزانال ولا ارماتور على بيش ولا لي بروفيسيون ليبرال او لا لي بريساسيون سيرفيس هادو كيطبق عليهم لا تاكس بروفيسيونيل. الوغ l'exploitation agricole ما كتطبقش عليها لانه كيخضع هو كيتعتبر ان ريفوني اغريكول. دونك باش ندرج انا واحد الغوفوني بانه اغريكول خصو يكون متعلق بالفلاحه. دونك لا ديتيرميناسيون دو غوفوني امبوزابل سو في ملي تنقول غوفوني امبوزابل سي دادير الغوفوني اللي غنطبق عليه الباريم سو في دو لا ميم مانيير كو دون لو كادر دي غوفوني بروفيسيونيل. حنا كنعرفو في لو كادر ديال لو غوفوني بروفيسيونيل كناخدو لي برودوي امبوزابل موان لي شارج فيسكالمون ديديكتيبل. فقط تذكير ملي تنقول شارج فيسكالمون ديديكتيبل هو فاش كنطبقوا عليهم هاد الطابلو كتعرفوا بانه واحد لا شارج ما كتكونش رغم بحال مثلا كادو نون بيبليسيتير بحال لي كادو بيبليسيتير دون لا فالور يونيتير سوبيريور 100 درهم رغم انها اللي كونسيديري كوم ايتون اون شارج بور لونتربريز مي سور لو بلان فيسكال ما كتعتبرش اون شارج. دونك داك لو طابلو دائما راه مهم. دونك سي تادير بار ليكسيدون دي برودوي دو لاكتيفيتي اغريكول دونك لي برودوي اللي جايين من لاكتيفيتي اغريكول موان لي شارج انجاجي par les besoins pour les besoins de cette activité. Normalement, pour une charge soit déductible sur le plan fiscal, il doit être engagé dans les besoins de l'activité de l'entreprise. يعني لما كانش متعلق قبل الاكسبلواتاسيون ما يمكنش تحيد. Donc corrigé par des déductions et réintégrations qui découlent de l'application des dispositions fiscales, c'est-à-dire في le tableau اللي شفنا وهذا. فقط ما بيش نتوقف عند هنايا لانه راه ديجا شرحته plusieurs fois. Donc غادي نكملو دائما في الدرس. دونك اكونت دي 1 جانفي 2014 لي غراند سوسيتي اغريكول رياليزون ان شيفر دافير سوبيريور او ايغال ا 5 مليون دو ديرام سورون ديزورمي امبوزي سولون اون ديمارش بروغريسيف. دونك هنايا ابتداء من 1 جانفي بالنسبه للشركات اللي كيحققوا اكثر من 5 مليون درهم غادي يوليو كيخضعوا بشكل اجباري ليير ولا لياس ليير باردون سولون اون ديمارش بروغريسيف. اشنا هي لا ديمارش بروغريسيف؟ عندنا دو تيب دو ديمارش. عندنا لا ديمارش بروغريسيف هو بحال الشكل ديال ليير كل ما كنطلع لا ترونش كيطبق عليها واحد لوطو بحال مثلا ما بين 0 و 30000 درهم كنطبقوا 0%، ما بين 30000 درهم و 1
و50000 درهم غادي نطبق 10%، ما بين 50000 و1 و60000 درهم غنطبق 20%، وانا هكذا. دونك هذا كتسمى اون ديمارش بروغريسيف. دونك لو باريم دامبو كيطلع اون فونكسيون ديال لا ترونش دي ريفوني. الوغ كو بالنسبه للياس كتسمى اون ديمارش بروبورسيونيل، لانه اون فوا كان ديباسي 30000 درهم 300000 درهم يعني 30 مليون سنتيم كناخذ 30%، الا كان تقل كندير 10%. دونك هنا لو شيفر دوك لي بينيفيس روما انه كيطلع قد ما بيطلع كتبقى دائما 30% فاش كنديباسي داك لو سيول ديال 300000 درهم. دونك هاد لا ديمارش متى غتبدا؟ دونك دي 1 جانفي 2014 او 31 ديسمبر 2015، يعني فهاد لا بارت فهاد لا بيريود، بور لي سوسيتي رياليزون ان شيفر دافير سوبيريور او ايغال ا 35 مليون دو درهم. اون فوا غادي يفوت هاد لو يكون اكثر اكبر او يساوي هاد لو مونطون ديال 35 مليون درهم، غادي نطبقوا عليه هاد لا ديمارش بروغريسيف. دونك دو 1 جانفي 2016 او 31 ديسمبر 2007، بور لي سوسيتي رياليزون ان شيفر دافير او ايغال شيفر دافير ايغال او سوبيريور ا 20 مليون دو درهم. بالنسبه من واحد 2018 حتى 31 2019، بالنسبه للشركات اللي كيحققوا واحد لو شيفر دافير ديال اكبر يساوي ديال 10 مليون درهم بمجرد دو 1 جانفي 2020، بور توت لي سوسيتي اغريكول رياليزون ان شيفر دافير سوبيريور ايغال ا 5 مليون درهم. يعني في 2020 فاش غادي نطبقوا هاد نطبقوا بشكل اجباري، نطبقوا هاد لا بروسيدور، يعني بمجرد انه يفوت 5 مليون درهم غادي نطبقوا عليه. دونك في 2020 هادشي الا ما تبدلش القانون من هنا لقدام. دونك حنايا باقيين في 2016. دونك اونفان لي بتيت سوسيتي اغريكول رياليزون شيفر دافير انويل انفيريور ا 5 مليون دو درهم بينيفيس دون اكزوراسيون دون اكزونوراسيون بيرمانونت. يعني بالنسبه للشركات اللي كيحققوا قل من 5 مليون درهم دونك يبقاو دائما معفيين من الضرائب. دونك الا كتشوف معايا بالنسبه لي ريفون اغريكول لا سامبل ا روتونير. دونك ننتقل الان للدوزيام، هما لي ريفوني بروفي فونسي. ملي كنسمع ريفوني اي بروفي، ريفوني هو واحد المصدر دائما تنربح منه، الوغ البروفي كنربح منه واحد المره شفت واحد الحاجه وبعتها، دونك هذا كيتسمى بروفي. الريفوني الوغ بحال نقول ريفوني سالاريو دائما تنربحو منهم، كيكون بشكل دائم ولا مستمر. نبداو بلي ريفوني فونسي يعني المصادر العقاريه ولا الايرادات العقاريه. دونك il s'agit des revenus provenant de la location à l'état nu des immeubles bâtis et non bâtis et des constructions de tout revenu foncier urbain. يعني بالنسبه هذا هو داك الدخل ديال الكراء ديال واحد العقار اللي هو تيكون خاوي، مثلا بحال واحد بحال ابارتمون خاوي ما مفرشاش ولا واحد البنايه ما مفرشاش وكاينه في المجال الحضري يعني في المدينه. ainsi que des revenus provenant de la location des propriétés agricoles يعني ديال الملكيات الفلاحيه y compris des constructions et le matériel y affecté. يعني في هذا العقار الفلاحي غالبا تيكون فيه واحد الدار ولا كيكون فيه واحد الهونغار كيكون فيه ماتيريال، دونك هادو كيكون سونت افيكتي يعني مرتبطين بهذا العقار كيتسموا لي ريفوني دو لو فونسي دو لوكاسيون. هادو كاملين يعني الربح اللي كان يعني داك الريفوني اللي كنربحو عن طريق الكراء ديال واحد البروبريتي يعني واحد العقار. دونك لي ريغل دو ديتيرميناسيون دي ريفوني نيت امبوزابل دون سيت كاتيغوري فاري سولون لا سورس دي ريفوني دو لوكاسيون. دونك هنايا باش نحدد داك الريفوني نيت امبوزابل اللي غنطبق عليه الباريم، هو كيختلف حسب المصدر ديالو ديال لوكاسيون. عندي جوج، عندي لو ريفوني فونسي اوربان يعني داك الربح اللي كان العقاري اللي كيكون في داك الدخل العقاري اللي كيكون في المجال الحضري نورمالمون النظير ديالو هو اللي كيكون في المجال القروي، دوك لي ريفوني فونسي غيغو. دونك لي ريفوني فونسي اوربان اي ديتيرميني اون اجوتون او مونطون بروت دي لويي دي ديبون لي ديبونس انكومبون نورمالمون او بروبريتير اي كو سون سيبورتي بار لو لوكاتير. يعني كنهزو القيمه ديال الكراء ديال المده ديال السنه كلها كنزيد ليه لي ديبونس نورمالمون اللي كيخلص لو بروبريتير مي هما على الشارج ديال لو لوكاتير داك اللي كرا. اي اون روترونشون كنقصو منهم لي ديبونس سيبورتي بار لو بروبريتير بور لو كونت دي لوكاتير، يعني كنقصو منهم دي شارج اللي هما خلصهم مول الدار. دونك في لا فورمول تكون بحال هكذا، غادي ناخذ ريفوني فونسيير
اوربان غادي ناخذ المونطون بروت ديال الواي، يعني ناخذ الكره مثلا قريب 2000 درهم ضربها في 12 يعني 12 شهر، زيد لهم لي ديبونس اللي هما سيبورتي بار لو لوكاتير الا كاينين، ناقص لي ديبونس تاع لي سيبورتي بار لو بروبريتير اصلا الا كاين، جينا ما كاينش ناخذ غير فقط لو لوي. دونك لو ريفوني تامبوزابل اي اوبتوني اون ابليكون ان اباتمون فورفيتير دو 40% سير لو ريفوني بريت فونسيير. دونك هنايا بنحسبوا لو ريفوني تامبوزابل، دونك هنا الريفوني تامبوزابل كيستافد من واحد الحسم، واحد لاباتمون جوزافي فورفيتير ديال 40%. دونك بحال قال لك داك المؤهز داك المونطون اللي عندك انت بحال قريب 2000 درهم ضربها في 12 شهر ونقص منها 40%، يعني اللي غادي نخلص عليها انا الضريبه هو هذا حسب لا فورمول، لو ريفوني فونسيير بروت فوا 60%، لان لو ريفوني فونسيير اوربان بروت موان نفسه في 40% الحسم اللي عندي. دونك الا درت العلاقه الرياضيه واحد ناقص 40% غتعطيني 60%، دونك الريفوني فونسيير اوربان بروت فوا 60%. دونك حتى لهنايا بالنسبه لي ريفوني فونسي عندنا دو، عندنا الريفوني فونسي اوربان هذه هي لا فورمول ديالو باش نحسبوها، دونك يبقى لينا الريفوني فونسي رورال. دونك هنايا راه هو سامبل، غادي ناخذ الريفوني فونسي رورال ايغال او مونطون دي لويي دي بروبريتي اغريكول، هنا ما كاينش الحسم. دونك غادي نشوف شحال باش كريت الارض الفلاحيه، دونك المونطون كامل هو اللي كيكون امبوزابل ليا كامل، هو اللي غادي نطبق عليه ديك الساعه داك البارين. دونك غومارك lorsque la location est meublée, supposons l'activité considérée comme ayant un caractère commercial et donc imposable dans la catégorie des revenus professionnels. ملي كتاخذ واحد العقار كيكون كتكري، دونك ملي كتاخذ واحد العقار بحال ابارتمون كتفرشها، دونك هنايا كتدخل انت بحال كدير واحد الاكتيفيتي كوميرسيال، دونك بالتالي ما كتكونش خاضع انت لهنايا كيكونش هذا كيتسمى ريفوني فونسي مي ولا كيتسمى ان ريفوني بروفيسيونيل. دونك lorsque la location est perçue dans le cadre d'une activité professionnelle, les revenus fonciers perçus sont alors considérés comme des produits accessoires dans cette activité. يعني هنايا كيولي كيدخل كيولي بحال برودوي اكسسوار، وباش تعرف على البرودوي اكسسوار ممكن ترجع لو بلان كونطابل تمشي ل 61 وباش تشوف الكود ديالو كومبلي. دونك فاش كناخد واحد لابارتمون ولا واحد العقار كيما بان كيكون كيكون نو يعني خاوي، هنا كيولي غوفوني فونسي. فاش كنفرشو كنزيد عليه تحسينات اخرين، دونك هنا كيولي كندخل في واحد كيكون عنده واحد لو كاركتير كوميرسيال، وما كيوليش باقي كيخضع لي غوفوني فونسي مي كيولي خاضع لا تاكس بروفيسيونيل. دابا نمشيو لي بروفي فونسي، دونك لي بروفي فونسي هو عن واحد الربح ناتج عن واحد البيع، دونك ضروري يكون البيع. دونك le profit en est imposable égal à la différence entre le prix de cession diminué du frais de cession. Donc on a le prix باش بعت ناقص دوك لي فري ديال لا سيسيون اما لا كوميسيون ولا اي حاجه d'une part et le prix d'acquisition augmenté des frais d'acquisition. يعني فاش كنشري تنزيد عاوتاني دوك لي فري d'autres frais d'acquisition بحال لا كوميسيون également. Donc بحال سامسونج العقاريه كتخلص عليها 3%، دونك اللي باع كيخلص 3% واللي شرا كيخلص 3%، شيف لي زاجونس ايموبيليير الوغ في العادي غير لي مانتيكون في النوار. دونك دي ديبونس دانفيستيسمون رياليزي دونك انسي كو لي زانتيغي بي بار لو سيدون، لو سيدون هنا هو البائع، دونك لي زانتيغي اللي خلص هو اون ريمينيرون دي بري اوكتروي بار لا رياليزاسيون دو سوبيراسيون داكيزيسيون اي دانفيستيسمون دوتر بار. نورمالمون سوبوزو انا شريت واحد الدار وخديت واحد القرض باش نكمل، دونك هنايا دوك لي زانتيغي تاهما خصهم يدخلو كوم دي فري داكيزيسيون. لي فري داكيزيسيون سون ايفالي فورفيتيرمون ا 15%، هنايا كتقيمهم الدولة ب 15% دو بري داكيزيسيون، يعني 15% ديال الثمن باش شريتي. لو بري داكيزيسيون اي ريفاليو ان ملتيبليون سو بري بار لو كوفيسيون دو ريفاليسيون كوريسبوندون à l'année d'acquisition fixée par l'arrêté du ministre des Finances. Donc, le prix d'acquisition, donc il est réévalué, il est réévalué, il est le prix de réévaluation qui est le Wizarat Malia Kul Sana. Donc, le profil est imposable, donc le profil est réévalué, il est réévalué, le prix de cession, le prix باش بعت
نقص منه لو بري باش شريت. نورمالمون لو بري باش بعت غادي نحيد منه دوك لي فري، لو بري باش شريت غادي نزيد لي فري، حيت هنايا داك الاخر العجز ما بقاش ربح، راه نقصتي حيت خلصت واحد لا كوميسيون على هنايا، راه زدت قيمه التكلفه ولا زدت عليا انا. دونك لو تو دو لامبون دي بروفي فونسي اي فيكسي ا 20% ليبيراتوار دو ليا. نورمالمون راه ماشي 20% مي 30%، مي انا شفت لو كور اللي عندكم فيه 20%، دونك راه حنا بقينا على 20% باش ما يكونش شي كونفيزيون. مي الا كان بالنسبه الا كان عندك في لو كور 30% خدم على 30%. دونك لو طول غادي نطبق، غادي ناخذ لو بروفي نيت امبوزابل هذا الربح غادي نضربو في 20%. دونك توت فوا لو مونطون دو لامبو نو بو ايتر انفيريو ا 3% دو بري دو سيسيون، مي ما خصوش يكون اقل من 3% ديال الثمن تاع البيع. يعني غادي ناخذ لو بروفي نيت امبوزابل هذا لو بروفيت امبوزابل فوا 20%، غادي يعطينا واحد لو مونطون لا كوتيزاسيون مينيمال. يعني غادي ناخذ لو بري دو سيسيون الثمن باش بعت من بعد ما نقصت منه دوك لي فري ديال لا سيسيون فوا 3%، الا كان اكبر واحد فيهم هو اللي غادي نخلص. دونك هذا ما يتعلق بلي بروفي فونسي. دونك شفنا بالنسبه لي ريفوني فونسي عندنا لي ريفوني فونسي اوربان، وعندنا لي ريفوني فونسي رورال ريرو باردون، وعندنا لي بروفي فونسي فكم دوزيام كاتيجوري بالنسبه لي ريفوني لي بروفي فونسي. دونك هادي لا فورميل اللي كتبعو باش تحسبوا عليهم، يعني الا بعتي واحد العقار هادي لا فورميل غادي تتبع. دونك ماتنو غنمشيو نشوفو التخوازيام تيب، يعني لو ريفوني بروفي دي كابيتو موبيلي، يعني الارباح الربويه بحال لي زاكسيون ولا لي زوبليكاسيون. حيت نورمالمون لي زاكسيون فاش كنستثمرنا فواحد اونتربريز يعني ما كيتسماش ربح ربوي، لانك انت مستثمر كتحمل الخساره والربح. الو كاين هنا فاش لي زانتيري هو فاش كنحط انا فلوسي كنبلوكيهم فواحد الكونت، دونك هنا راه باين هذا كيتسمى دونك ربح ربوي. دونك ريفوني دي كابيتو موبيلي، هنا نشوفو لي ريفوني ليير سيغ لو ريفوني دي كابيتو موبيلي et prélevé et prélevé par retenue à la source. Normalement had le revenu des capitaux mobiliers كنخلصوا الضريبه ديالهم ماشي حنا اللي كنمشي كنخلصها ولا كنحسبها، نورمالمون كتسمى ان روتوني على السورس قبل ما توصل بداك الربح. دوك الناس دوك لانتيغميديير هو حيد لا كلامبو. دونك لهذا حنايا اش كنا كنديروا، كناخذوا حنا المونطون بروت كاملو كنحسبوه في الاول وحتى الاخير كنحيدوه، كيتسمى كريدي دامبو. Donc, on distingue deux catégories de revenus du capital mobilier. On a juge de l'ANOA, à savoir, on a les produits et les actions aux parts sociales et revenus assimilés. Par les dividendes. Là, c'est comme la part sociale d'un chèque pour un chèque à il s'agit des dividendes. Et c'est comme les dividendes. Et autres produits de participation à caractère variable. Ces revenus supportent une retenue à la source au taux de 15%. Donc, il faut que tu aies un فاش كيكون عندك لي ديفيدوند لا روتوني على السورس اللي كتخلص هي 15% بالنسبه لي ديفيدوند. دونك وعندنا لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس، هنا لي برودوي دو بلاسمون ا ريفوني فيكس هما لي زوبليكاسيون. فقط الاشاره اشنو الفرق ما بين لاكسيون والوبليكاسيون، لاكسيون واحد السهم كشري كيتقبل الخساره والربح، الوغ كو لوبليكاسيون واحد السند كناخذ في واحد اونتربريز مثلا ب 100 درهم، مي انايا خصني نربح عليه واحد 11% ولا 10% اجباريه. دونك هذا كيتسمى ريفوني فيكس ما كيقبلش هو الخساره. دونك هنايا بحال عندنا لي بون دو تريزور، عندنا اوتر بلاسمون ا ريفوني فيكس، يعني ملي كنفيكسي الفلوس في لا بنك مثلا باش نربح عليهم الفلوس. دونك سي ريفوني سيبيس ان روتوني على سورس او تيتر دو ليا. دونك بالنسبه لي ديفيدوند عندهم 15%، ولي ديفيدوند كيكونوا هما غير لي زاكسيون لي بار سوسيال شركات اخرين. الوغ بالنسبه لي زوبليغاسيون ولا لي بون دو تريزور شوف لي روتوني على سورس 30%، lorsque le bénéficiaire ne décline pas son identité fiscale. Ou عنده 20% lorsque le bénéficiaire décline son identité fiscale. Donc parce qu'il compte parce que quand l'identité fiscale donc il compte 20%. Alors le cas contraire donc il ne décline pas son identité fiscale donc on a qui خلص 30% اللي كتعطى في الروتوني à la source. دابا غنطلقوا، دابا شفنا حنا لي ريفوني هنا لي ريفوني شفناهم. علاش دابا انا ما كنبيعش، انا عندي لي زاكسيون ولا عندي زوبليكاسيون دائما كنربح عليهم، الوغ في لي بروفي هنا غنربح عليهم مره واحده. دونك غادي ناخذ عندي واحد لاكسيون ولا عندي واحد الحاجه غادي نبيعها. دونك لو بروفي نيت دو سيسيون اي كونستيتي بار لا ديفيرونس اونتر لو بري دو سيسيون ديمينيي دي فري دو سيسيون دون بار اي لو بري داكيزيسيون اوغمونتي دي فري داكيزيسيون. يعني غناخذ الثمن باش شريت نقص منه
دوك لي فري ديال السيسيون بحال لا كوميسيون نقص هادشي كامل اونتر بارونتيز ناقص لي فري ديال الثمن البشري دي. دونك لي فري دو سيسيون اي داكيزيسيون سون جينيرالمون لي فري دو كوميسيون، لانه قبل ما تشري واحد الحاجه كتخلص ديك السمسره ديالها نورمالمون خصك تزيدها، وقبل ما تبيع كتخلص السمسره دونك الربح راه خسرتي منه اصلا واحد السمسره دونك لا كوميسيون. دونك لو بروفي نيت امبوزابل غناخد لو بروفي لو بري دو سيسيون موان بري داكيزيسيون. دونك هنا نشوف لو تو دامبو ليبيغاتوار دو ليير سور لي بينيفيس دو سيسيون دي كابيتو موبيلي اي فيكسي كوم سويت. عندو 15% بور لي بروفي نيت ريزولتون دي سيسيون داكسيون كوتي اون بورس، فاش كيكون هاد لاكسيون كوتي اون بورس في لا بورس في البورصة كتكون لا غوتين على السورس 15%. الوغ مي لوغسكي ني با كوتي على بورس هنا كيخلص 20%. دونك انا كنشوف عندي هاد لي بروفي يعني فاش كن انا عندي يعني في لا فونت ديال هاد لي زاكسيون علاش كنشوف واش لاكسيون اللي كوتي اون بورس عندي لا غوتين على السورس 15%. Pour les profits résultant des cessions d'obligations et autres titres de créances ainsi que les actions non cotées en bourse. Il y a les obligations ou les titres de créances ou les actions qui ne sont pas cotées en bourse, quand on a 20%. Donc, on a la belle. Donc, on a les profits. Donc, on a un chauffe-eau. Ah, pardon. Donc, on a le profit net imposable fois le taux. Donc, le profit net imposable et le profit net, on a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net imposable fois le taux. On a le profit net دونك سي سامبل. دونك حتى لهنا كتشوف غير ان ما كاينش شي حاجه فيها دي كالكول، فقط التطبيق ديال القانون لا اقل ولا اكثر، يعني غير تحفظ. دونك هنايا نمشيو نشوف واحد ليكزيرسيس. دونك الا شفتنا لونت كل وحده بوحده باش تكون سهله علينا باش نقراو، دونك باش ما نكبروش لا طاي ديال الفيديو، دونك ممكن دير بوز الفيديو قرا التمرين مزيان وهكذا تقدر تتبع معايا. دونك انا غادي نفترض انك قريتي التمرين و غادي نبدا تصحيح. Donc solution. Donc on a classé le revenu de monsieur Alpha. Donc je vais classer le revenu de monsieur Alpha. Je vais regarder les revenus les عندي. Donc les revenus les عندي هنا 1. غادي نبداو بهنا. Donc monsieur Alpha possède les biens suivants, il est propriétaire d'un immeuble, عنده عمارة, une résidence, un juste terrain agricole. Donc باش نشوف le revenu, نشوف اش ديال بهم هو الاول. قراو هذا القراو لا كونسين الاولى. L'immeuble est composé de deux appartements donnés aux locations. Donc, aux locations à l'état nu au prix de 3000 dirhams par mois chacun. Donc, tous les appartements ont été occupés durant l'année 2015, sauf l'appartement numéro 6 libéré pardon, fin d'avril. Donc, on a un appartement. Donc, je vais dire que nous avons un appartement fois 3000. هذا بالنسبه لشهر واحد نضربها في 12 شهر اللي في العام، مي خصني نقص هاد واحد لابارتمون ما تكراتش تلقات في افريل، دوك 8 شهور اللي عندها. دونك اولا نحدد هذا كيتسمى غوفوني فونسي اوربان لانه كاين في سميتو في المجال الحضري. ناخد دوزيام لا دوزيام كونسين، عندي لا ريزيدونس موبلي. اتونسيون هنايا ملي تنقول ريزيدونس موبلي دونك هنايا كولي كندخل واحد لو كاركتير كوميرسيال، دونك لا تاكس بروفيسيونيل. دونك بوغ ان مونطون، هذا هو المونطون باش كراها، مدة ديال 5 شهور، لي شارج لي خلص عليهم هادو، دونك هذا اش كيتسمى بروفي، غوفوني بروفيسيونيل. لاندي عندو هنايا لاندي دو تيغان اغريكول، إيدوني أون لوكاسيون، دونك لوايي دو تيغان هنا كرا التيران، دونك كيتسمى غوفوني فونسي رورال، بلوس هنايا عندك إلا شفتي معايا، إلوتر إكسبلواتي بوغ سون بروبر كونت، إي أونجاجي، إي كي أونجاجي أن غوفوني غلوبال، دونك هنايا مازال ما تنشوفش لي مونطون لي أونجاجا ولا لي شارج. Mais le type n'est l'exploitation du terrain, donc c'est un revenu agricole. Ce dernier terrain a été cédé, donc on a qu'il libère le terrain. En fin d'année, pour 400 000, prix d'acquisition s'élève, donc les informations pour l'achat, les informations de l'achat. Donc c'est une cession, donc je vais profit foncier. Et le
Donc, en outre, Monsieur Alpha dispose d'un compte bloqué, un métabole compte bloqué, pardon, dans une société anonyme non cotée en bourse. Fais attention là, chauffe, non cotée en bourse, compte bloqué. Donc, il lui apporte 7 650 de dividendes nets. Il décline son identité fiscale. Là, je finis, je conche. Ma qui décline son identité fiscale. فاش كتكون ديكليني كيكون عنده 20% وفاش ما كيكونش ديكليني كيكون عنده 30%. الو فاش كيكون كوتي اون بورس كيكون عنده 15%، فاش ما كيكونش كوتي اون بورس كتكون عنده 20%. دونك هذا كيتسمى ريفوني دي كابيتو موبيلي. الو عنده هنايا 300، عنده واحد لا ديفيدوند ايغالمون هنايا، واحد الديفيدوند ديال سميتو ديال 7650. دونك الى شفتي معايا، دونك اون بارتي، دونك كوتي لا بورس il lui apporte 7650 دو ديفيدوند. دونك هادو كيتسمو لي ديفيدوند. وعندنا هنايا واحد البيع، دونك دار سي تيتر اونتي تي اكي اون 2013 او بري يونيتير دو 120 درهم. مسيو الفا دي سيت دو سيدي، دونك de céder son titre. Donc, fâche qu'il y a titre, qu'il y a cession de titre, donc c'est un revenu du capital mobilier. Donc, on va essayer de faire un peu. Donc, on va commencer avec l'immeuble est composé de deux appartements. Donc, on a 12 mois, on a 3000 dirhams, on a 12 mois, 12 appartements, on a 3000 dirhams, on a 12 mois, on a 8 mois, on a 8 mois. دونك هادي هي لا فورميل، ندير ابارتمون نضربها في 12 ابارتمون نضربها في 12 شهر، غنقسم لها واحد الابارتمون اللي كانت خاويه لمده 8 شهور. وحنا كنعرفوا باننا كنخلصوا بالنسبه لي ريفوني فونسيور كنخلصوا غير 60%، لان عندنا واحد الحسم ديال 40%. دونك لو مونطون هو 244 800. غنمشيو لي بروفي فونسي، لي ريفوني باردون، لي ريفوني بروفيسيونيل. عندي هنا 85 500 درهم اللي خلص مدة ديال 5 شهور، وعندو لي شارج ديال 2500. دونك غادي ندير هاد لي بروفي موان لي ريفوني موان لي شارج. دونك حيت كاريا هو بالشهر، دونك عندي 8500 درهم باغ موا مدة ديال 5 شهور، نقص منها 2500 وغتعطيني 30 000. غنمشيو للواي ديال لو تيغان، دونك هو كاري تيغان ب 60 ألف درهم. وحنا اش قلنا بالنسبة لي ريفوني فونسي رورو كناخدو المونطون كاملو، ما كيستافدش هو من ديك 60% اللي كاينة في المجال الحضاري. دونك انا ناخذ 60 ألف درهم كلها. بالنسبه لي ريفوني اغريكول، لي ريفوني اغريكول هنا عنده 65 ألف درهم، وبالنسبه لي الشارج اللي خلص 35 ألف درهم. دونك هنا باينين اصلا هما راه اكزونوري، ما وصلش 5 مليون درهم. دابا نمشيو لي بروفي فونسي، هنا باع ان تيغان دونك عنده 40 ألف درهم باش باع، البخي داكيزيسيون 250 ألف درهم، و بلوس لي فخي داكيزيسيون 40 ألف درهم، لي بخي دو سيسيون، لي فخي دو سيسيون هو 10 ألف درهم. دونك عندنا لا فورميل هكذا، 40 ألف درهم موا لي فخي دو سيسيون، 250 ألف درهم بلوس لي فخي داكيزيسيون، وغيعطيونا هاد المونطون ديال 100 000 درهم. لي زانتيغي بونكير، نورمالمون لي زانتيغي بونكير قبل ما يحصل عليهم راه كاين واحد لا غوتوني على السورس. دونك هنايا عندو 6200 هنايا، باردون، راه هنايا فاش كنت كنكتب ليكزيرسيس عندي اون فوت. دونك في 7650 سيل فو بلي فو ميتي 6200، ديرو هنايا 16 200 بالنسبة لهذا المونطون هذا، ماشي في هنايا بحال حتى أنا كنت كنكون ليكزيرسيس كنطابي. دونك هنايا غلط، دير 16 200 في هاد البلاصة هادي. دونك أنا علاش قسمت على 80%؟ ملي كنقسمو على 80% حيت هنايا شوف عندي قلنا واحد لاكونت نون كوتي على بورس، ملي ما كتكونش كوتي على بورس شحال كنخلص؟ كنحيدو 20%. فاش كتكون كوتي على بورس كنخلصو غير 15%. دونك بالنسبه لهاد، بالنسبه لهاد لي ريفوني، دونك عندو هنا 20% اللي تحيدات. وباش نعرف انا داك لو مونطون بروت، باش تعرف لو مونطون بروت دير مثلا خد 100، خد 100، 20% تاع 100 هي 20. دونك الى هزيتي 80 وقسمتيها على 80% غادي تعطيك 100، دونك غتعطيك داك لو مونطون بروت. دونك انا اش بغيت نعرف؟ عطاوني انا توصل ب 16200، نورمالمون 16200 اللي كاين في ليكزارسيس مقسومه على 80%. حنايا باش كندخلوها في نورمالمون في لي ريفوني كندخلوها بالبروت، حيت حتى لافان ديال ليكزي، حتى لافان ديال لي غنيت عاد كنحيدوها، كي اللي كانها كتعتبر كريدي دامبو باش ما نخلصش دو فوا.
دونك اش غادي ندير؟ غادي نقسمها على 80% باش تعطيني البروت. ملي كنقسمها على 80 كنعرف البروت، دونك اللي هو 20250. دونك بالنسبة لي ديفيدوند، اش قلنا بالنسبة لي ديفيدوند؟ قلنا دائما لي ديفيدوند كنخلصوا عليهم 15% كوم غوتوني على السورس. دونك لهذا خديت هنايا الى شفتي معايا خديت 7650 قسمتها على 85%. علاش 85؟ لان لا غوتوني على السورس كانت 15% فقط هي اللي تحيدت. دونك الى قسمتها على 85% تعطيني البروت، يعني تعطيني 100% ديالها، هي 9000 درهم. نورمالمون لي ديفيدوند هما راه اكزونوري. دونك اش كيبقى لينا؟ كيبقاو لينا لي سيسيون. شوف اش دار هنايا، خدا 100 تيتر au prix donc monsieur Alpha décide de céder 100 titres au prix de 160 dirhams. Donc à 100 titres من هاد الاصل ديال 300 بغا يبيعهم ب 160، واش حاب باش كنشراهم 120 درهم. ولي كوميسيون داكيزيسيون ولا لا سيسيون سونت 1%، يعني خلص هو في لا كوميسيون باش يبيع 1% وباش يشري كنخلص 1%. دونك غادي نديرو 1100 مضروبه في 160 الف مضروبه في 99%، حيت اصلا تحيد 1%. اولا ممكن دير 100 مضروبه في 160 نقص منها 1%، دونك باش ما بلا ما نكثروا في لا فورمول غادي ندير ناخذ ديريكتومون 99% ناقص 100 ديال 100 اكسيون 100 تيتر مضروبه في الثمن باش نشراهم، هي 20%. نورمالمون شحال كنخلص عليهم؟ خلص بالنسبه للاكيزيسيون خلص عليهم 1% لي كوميسيون داكيزيسيون. دونك غادي تعطينا هاد لو مونطون هذا ديال 3960. دونك حنايا في ليكزيرسيس اش درنا؟ درنا لورغانيزاسيون، دونك درنا الكلاسمون اون بليس حسبنا لي مونطون. دونك كالكولي لي يردو باغ مسيو الفا ساشون كي لي سيليباتير، يعني ما ملي تنقولو سيليباتير ما غاديش نحيدو لي شارج فامي، فقط غادي يبقاو عندنا لي كريدي دامبو لي هما هادو انتيغي بونكير بوحدو اللي غادي يبقى، الوغ كو لي ديفيدوند شنو هما؟ هما راه اكزونوري اصلا. دونك غادي نرسمو ناخدو باردون واحد لو تابلو. دونك الروفوني جلوبال امبوزابل غادي نحيدو منو ان سيغتان نومبغ دو دوك ديال لي ديديكسيون، غادي يعطيني الروفوني نيت الروفوني نيت امبوزابل، غنطبق عليه الباريم غادي يعطيني الروفوني بروت، غادي نقص منو واحد لي ديديكسيون غادي يعطيني ليير نيت اللي غادي نخلص. دونك ناخذ لي روفوني فونسي، لي روفوني فونسي هما 44000 درهم و 800 بلس 60000 درهم تاع لي روفوني اغريكول. هادو ريرول ريرو لي روفوني ريرو، هادو لا باردون هادو في اوربان لي روفوني فونسي اوربان بلس لي روفوني ريرو في المجال القروي ديك ديال الفلاحه، هادوك 60000 درهم باش كرا هي هادي. دونك غادي تعطينا هاد لو مونطون هذا ديال 304 304800. غنمشيو دابا لي روفوني بروفيسيونيل، عندنا 30000 درهم. بالنسبه لي روفوني اغريكول عندنا سونت اكزونوري، دونك ما غاديش نحسبوهم. وبالنسبه لي روفوني دو كابيتو موبيلي عندنا لي زانتيغي بروت، عندنا 20250 خصك تحسب كلها. وعندنا بالنسبه لي ديفيدوند اكزونوري ديك 9000 درهم ما كتحسبش. دونك في لو مونطون كاملو لي جمعنا الحساب غتعطينا 355050. هذا هو لو روفوني جلوبال امبوزابل. دونك اش خصني ندير؟ خصني نطبق عليه لو باريم. دونك بويسكو هو فايت 180000 دونك غنطبق عليه 38% موان 24400 ديريكتومون. غادي ندير لو روفوني جلوبال امبوزابل فوا لو طو موان لو سون لا سوم ا ديدوير. وهنا خصك تحفظ داك لو طابلو اللي كنا شفناه في الكالكول دامبو. دونك غناخد لو مونطون غادي تعطيني 110519. اش كيبقاو لي هنا؟ دونك هنايا حسبت انا غير لي يغدي سيغ لو روفوني، فقط على لي روفوني بقى لي لي بروفي بروفي باردون لي بروفي مازال ما حسبتهم. لي بروفي على لا سيسيون ديال لو تيران و لي بروفي ديال لي كابيتون موبيلي مازال ما حسبناهم، هما لي غنحسبو دابا. دونك مي باردون خصني نحيد الكريدي دامبو حيت بالنسبة باش نحسبو على ليا، حيت هنايا باقي غير ليا بروت. دونك بويسكو هاد المسيو الفا إلي سيليباتير دونك ما غاديش نحيد لي شارج فامي، مي غنحيد فقط لي كريدي دامبون بوحدهم اللي غيتحيدو. دونك غادي تعطيني 110519 موان 20250 موان فوا 20%، حيت حنا في ليكزيرسيس شحال عطاونا؟ عطاونا 6200
في الاكزرسيس في هذه لا بارتي هذه انا غير فقط درت لا فوت. دونك فاش قسمناها حنا على 80% عطاتنا 20250. دونك انا خصي هما داروا في لا روتوني على السورس 20% حتى انا خلصتها، ما يمكنش نعاود نخلصها دو فوا. دونك كنحيدها من هذا المونطون. دونك لي غنيت لي خصني نخلص هو 6469. هذا هو لي دو سور لو ريفوني، غادي يبقاو ليا لي دو سور لي بروفي. لي بروفي دو سيسيون نمشيو لسيسيون تيران. بالنسبة لو بروفي امبوزابل بالنسبة للتيران اللي كنا ربحنا، قلنا 400,000 درهم، نقصنا منها 10,000 وخدينا 250,000، زدنا 40,000 ملي درنا التوتال عطانا 100,000. غادي نديرو 20% حيت هادشي اللي عندنا حنا في ليكزارسي في الكور 20%، مي في نورمالمون في الضرايب ولا 30%. دونك هي 20,000 درهم. بالنسبة لا كوتيزاسيون مينيمال هي ناخذ لو بري دو سيسيون. علاش درت هنايا 390,000؟ لان انا غادي ناخذ 400,000 غنحيد منها لي فري دو سيسيون ديال 10,000. دونك هاد لي فري دي تعطيني 390,000 فوا 3% باش نحسب لا كوتيزاسيون مينيمال، كتعطيني 11,700. دونك الاكبر هو اللي هي كالكولي، هو اللي ناخذ 20,000 اللي غادي ناخذ. دونك اللي هي كالكولي سوبيريور على لا كوتيزاسيون مينيمال. دونك لي دو هو 20,000. دونك حتى الان دابا حسبنا، حسبنا لي دو سور لو ريفوني هو شفناه. دونك دابا حسبنا لي دو سور لو بروفي سوسيو على حساب داك لو تيران، غيبقاو لينا سيسيون دي تيتر. دونك بالنسبه لي تيتر شحال ربحنا في منهم؟ عندنا 3960 لير روتوني على السورس هي 20%. علاش؟ لانه هو ني با كوتي على بورس. دونك شحال خصني نخلص؟ خصني نخلص 792 درهم. دونك الى جمعنا الحساب ديال التوتال ديال لير غادي نديرو 106,469. ديال اش؟ ديال لير دي سور لي ريفوني بلس لي سميتو ليير دي على لي بروفيت سيسيون ديال داك لو تيران اللي كنا معنا، بلوس على دوك ليك هاد لي كابيتو هادو، هاد لي تيتخ اللي كنا معنا على داك المونطو اللي ربحنا منهم، هو خصني نخلص 792 درهم. و الى جمعنا التوتال خصني نخلص 127,261 درهم. هذا هو المونطو اللي خصني تخلص. دونك تنكونو الان كملنا الفورماسيون ديال الفيسكاليتي ديال لونتربريز. دونك ان شاء الله غادي نتلاقاو في دوطخ فورماسيون بحال الفورماسيون ديال الكونتابيليتي اناليتيك، كونتابيليتي جينيرال، كونتابيليتي سوسيتي، لا فورماسيون ديال في ديفلوبمون ويب بوغ لا كرياسيون دي سيت ويب دو تيب سي ام اس بحال سيستم جيستيون دو كونتوني. دونك جي بريفي ا بارتاجي بليزيور فورماسيون. دونك ان شاء الله غيكونو دي فورماسيون غيكونو ان شاء الله بروفيسيونيل واللي ان شاء الله غادي يكونوا مفيدين لكم. دونك افاك دونك الى ديجا عجبتك الفورماسيون نوبلي با دو ميتر سوا لي كومونتير ولا دو كليكي سور جيم. دونك راه اصلا هذا كيحفز، اولا دو بارطاجي لا فورماسيون افيك دوتر الى كانت اصلا كتبان لك مفيده. دونك هذا هو. دونك كنتمنى لكم توفقت في الشرح في هذه الفورماسيون، وان شاء الله موعدنا في دوتر فورماسيون. والسلام عليكم ورحمه الله تبارك وبركاته.